اليوم حقيقة نتحدث عن الوضع الوبائي بالبلد. اليوم الوضع الوبائي في أخطر المراحل اللي يمر بها البلد. وهذا اليوم لو نستعرض سريعا الأرقام، هناك 650 مواطن في العناية المركزة الحرجة، أي بصحة متدنية جدا ووضع حرج جدا. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك أكثر من 160 ألف مواطن يتلقى العلاج مصاب بوباء كورونا. إذن وصلنا إلى أخطر مرحلة ووضع غير مسبوق بالبلاد بالإصابة بفيروس كورونا. هذا يتطلب من الجميع اتخاذ إجراءات، وهذه الإجراءات نتأمل أن تكون إجراءات واقعية بعيدة عن الكتابات والكتب الرسمية، أي إجراءات قابلة للتطبيق. اليوم حقيقة اطلعنا على توصيات وزارة الصحة. هذه التوصيات هي طبعا غير ملزمة إلى لجنة الصحة والسلامة العليا، وهذه التوصيات وزارة الصحة استشعرت الخطر. اليوم استشعرت الخطر، احنا اليوم مخاوفنا من انهيار المؤسسات الصحية، كون اغلب مؤسساتنا اليوم وصلت الى نسبة اشغال سريري 100%، وبالتالي المخاوف اللي عندنا انهيار المؤسسات الصحية لعدم استيعاب الحالات واعداد الاصابة. لذلك دعوتنا انه تطبيق اجراءات. اليوم اطلعنا على جملة التوصيات الصادرة من وزارة الصحة العراقية. حظر التجوال أولها في لوائح الصحة العالمية. الحل الأمثل لهكذا وضع هو حظر التجوال. نعم. لكن بالعراق حقيقة نحن لجنة الصحة والبيئة نحن لا نوصي بهذا الإجراء حاليا. أولا لا زال متسع من الوقت حتى نقنع المواطن بالإجراءات الوقائية اللي هي التقليدية واللقاحات. والجانب الآخر، المفروض أنا من قبل لا أطلب حظر التجوال أوفر الماء، أوفر الكهرباء، أوفر المعيشة، أوفر. إذن ظروفنا مو مثالية لتطبيق حظر التجوال. فهذا اللي يطلب هسه، يعني شلون أنا أطلب من المواطن حظر تجوال؟ نعم علميا وبلوائح الصحة العالمية نعم هذا موجود، لكن بالعراق هل ممكن تطبيقه؟ هل الأجهزة الحكومية قادرة على تطبيق حظر التجوال؟ هذه قضية. الجانب الآخر، فرض الإجراءات الوقائية. اليوم عندنا وزارات مع الأسف يعني تتصرف بطريقة بعيدة عن الموقف الوبائي. مثلا وزارة التعليم العالي تعلن أنه هناك نية لعودة الدوام الحضوري بالعام المقبل، متناسية أن هذه الأمور تصدر بعد مراجعة الوضع الوبائي. الامتحانات وإجراءها، ما ممكن إجراء امتحانات حضورية في طلبة الجامعات في ظل هكذا وضع وبائي. هذا أرجو أنه نغادر قضية الاجتهادات الشخصية من بعض الوزارات. هذا وضع وبائي خطير. نعم. معظم الإصابات من سن الشباب، وهذا أخطر ما يكون بالوباء حاليا، أخطر الإصابات حاليا، ومعظم الوفيات في فئة العمرية للشباب. طيب. وهذا حقيقة أمر مؤسف ومقلق. طيب. نعم سيد فادي.